بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل أسئلة واجب القوة والعزم المغناطيسي اللي هو الدرس الثالث من الفصل الثاني. السؤال الأول بيقول لك يوضح الشكل مقطعا لسلك وضع موازيا لمجال مغناطيسي منتظم شدته 1/10 تسلا يمر بالسلك تيار شدته 2 أمبير، ما اتجاه القوة المؤثرة على السلك بفعل المجال المغناطيسي؟ طبعا احنا عارفين إن القوة المؤثرة على سلك مستقيم يمر به تيار وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم، اقدر احسبها من القانون ده ال F بتساوي ال B في ال I في ال L ساين سيتا، حيث السيتا هي الزاوية ما بين اتجاه التيار في السلك واتجاه المجال المغناطيسي. هبص هنا هلاقي ان التيار في السلك هو عامله لي الاتجاه ده، يعني موازي للمجال المغناطيسي، وبالتالي السيتا بصفر، ساين صفر بصفر، وبالتالي ال F بتساوي صفر، وبالتالي مفيش قوة مغناطيسية اصلا عشان احدد اتجاهها. السؤال رقم 2 يوضح الشكل مقطع لسلك وضع بحيث يصنع زاوية قياسها 90 درجة. القانون ده بيقول لك ان الاف بتساوي بي اي ال ساين سيتا، والسيتا هنا ب90، وبالتالي ده هتبقى القوة ماكسيمم، وبالتالي هنا السيتا بتساوي 90 درجة مع مجال مغناطيسي شدته بدل بي والتيار ب2 امبير، اتجاه القوة المؤثرة على السلك بسبب المجال المغناطيسي. هو هنا مش طالب المقدار بتاع القوة، تقدر تحسبه عادي من القانون ده. لو ضربت ال بي اللي هي 1/10 في ال اي اللي هي ب2 في ال ال اللي هو طول السلك، هو مش عطولك، اللي هو عطولك فانت هتعوض عادي. المهم هو هنا مش طالب المقدار، هو طالب بس الاتجاه. فانت تستخدم قاعده فيمنج اليد اليسرى. القاعده بتقول لك ان الصبع ده اللي هو خنصر بنصر وسطى سبابه، يعني السبابه بيشير لي اتجاه المجال، والاصابع دي عمودية على السبابة بتشيل اتجاه التيار، وبالتالي القوة بتكون عمودية على المستوى اللي بيجمعهم هما الاتنين، ودي بتشيل اتجاه القوة، او الابهام بيشيل اتجاه القوة. وبالتالي احنا عندنا هنا التيار كده والمجال كده، لاحظ ان التيار كده والمجال كده، وبالتالي القوة هتبقى عمودية لداخل الصفحة وبالتالي الى داخل الشاشة. 3 وضع سلك طوله 1 متر يمر به تيار شدته 5 امبير بحيث يصنع زاوية قياسها 90، وبالتالي هنا الاف هتبقى ماكسيمم، مع مجال مغناطيسي شدته وكتلة السلك 25 جرام، فما مقدار العجلة الابتدائية التي سيكتسبها السلك؟ طبعا لو انت ما انتش عارف القانون بتاع اللي بيجمع القوة بالعجلة، فهيقول لك في الامتحان ان الاف بتساوي الام في الاي، ده قانون نيوتن الثاني. وبالتالي انت هنا هتجيب الاف اللي هي البي في الاي في الال، يعني دي ماكسيمم ودي بتساوي الام في الاي، فتقدر تجيب الاي، وبالتالي الاي بتساوي البي في الاي في الال على الام بتساوي، عندك البي بتساوي دي بي، دي البي، البي بتساوي 1/10 في الاي ب5 امبير، ال بواحد، والام عندك ب25 جرام اللي هي 25 × 10³، لان ده جرام هتحوله لكيلو جرام، وبالتالي انت عندك هنا 1/10 × 5.5 على 25 × 10³. هيطلع معاك 20، وبالتالي دي بتساوي 20 متر على الثانية تربيع. السؤال رقم 4 بيقول لك بالنسبة إلى سلك يحمل تيارا كهربيا ويوجد في مجال مغناطيسي كما هو موضح في الشكل الآتي، فإن اتجاه القوة المؤثرة قاعدة فيلمنج اليد اليسرى، عندك اتجاه التيار لأعلى اتجاه المجال. طبعا ساعات بتلاقي صعوبة في إن أنت تعكس إيدك، يعني أنت عندك هنا التيار لأعلى أهو، ولكن المجال عكس ده، تعمل ايه في الحالة دي؟ زي ما وضحت قبل كده انت عندك التلاتة دول بيكونوا عموديين على بعض. لو انت عكست اتجاه واحد في دول فقط، فانت عندك اتجاه القوة هيتغير، بمعنى ان انا دلوقتي لو انا عندي التيار جاي كده والمجال كده، فالقوة هتبقى الاعلى. لو انت عكست اتجاه التيار خليته رايح لفوق، فالقوة هنا هتتعكس وتبقى لتحت. لكن لو عكست الاثنين مع بعض زي ما شرحنا في الفيديو بتاع الشرح، لو عكست الاثنين مع بعض فاتجاه القوة هيفضل ثابت. يبقى تاني كده،
إذا تم عكس اتجاه التيار أو المجال فقط، فإن اتجاه القوة يعكس. لكن إذا تم عكس كل من الاتنين مع بعض بقى، اتجاه التيار واتجاه المجال، فاتجاه القوة يظل كما هو. تمام كده؟ وبالتالي لو انت بتجد صعوبة في ان انت تعكس ايدك، فانت عندك التيار لأعلى او رايح كده يعني، وعندك المجال عكس ده، يبقى القوة عكس دي، وبالتالي القوة هنا تبقى عمود على الصفحة للخارج، وبالتالي الى خارج الشاشة. فهمت الفكرة؟ السؤال رقم 5، وضع سلك طوله L يحمل تيارا اتجاهه الى خارج الشاشة. لما تبص على طول في الرسمة هتلاقي ان انت هنا اتجاه التيار عمود على الصفحة الخارج، اتجاه المجال عمود على الصفحة الداخل، الاتنين متوازيين، الزاوية هنا سيتا بتساوي 180 درجة، وبالتالي على طول الاف بتساوي صفر. طبعا هنا الزاوية 180 مش بصفر، ولكن في الحالتين سواء ب180 او صفر فهما متوازيين، وبالتالي الاف بتساوي صفر. لان هنا انت عندك لو جينا مثلا نعمل دي كده، هتلاقي مثلا اتجاه القوة كده، سوري اتجاه المجال كده، وعندك اتجاه التيار كده، وبالتالي هتبص تلاقي ان الزاوية ما بينهم 180 درجة كده، الزاوية صفر، وبالتالي على طول القوة بصفر بدون ما احسب اي حاجة. رقم 6، يوضح الشكل الاتي السلك ا ب الذي كثافته الطولية. الكثافة الطولية هي الكتلة على الطول، بمعنى ان لو عندي سلك مثلا طوله 10 متر وكتلته مثلا 2 كيلو جرام، فانت عشان تجيب الكثافة الطولية هتقسم الكتلة بتاعته على الطول 2 على 10، هيديك 2 من 10 كيلو جرام لكل متر، بفرض ان السلك ده تخين عشان يبقى الكتلة كده. المهم فانا عندي هنا كثافته الطوليه معناها الكتله على الطول، وده وحدته هنا عطالك جرام لكل متر. وقد وضع افقيا في مجال مغناطيسي كثافه فيضه ده البي، ما شده التيار التي تجعل السلك معلقا في الهواء، عايزين الاي دون اي دعم خارجي، واعطيك الجي ب9.10. طيب انا هنا هبص الاقي ان السلك بيمر فيه تيار كده، طبعا السلك ده حر الحركة، لو انا سبته هيقع على الارض، وبالتالي المفروض ان يتولد في السلك هنا نتيجة التيار وجوده في المجال المغناطيسي، يتولد فيه قوة مغناطيسية في عكس اتجاه الوزن، بحيث ان مقدار القوة المغناطيسية يساوي مقدار وزن السلك، وبالتالي يفضل السلك معلق في الهواء، وبالتالي بدون ما تفكر هتلاقي ان اتجاه القوة لفوق، دي القوة المغناطيسية، وعندك اتجاه الوزن لتحت اللي هو الاف جي اللي هو بيساوي الام في الجي. لو انت عاوز تحددها هتلاقيها برضو عاد عندك اتجاه المجال، وعاد عندك اتجاه التيار، وبالتالي القوة المغناطيسية لفوق. المهم انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ عاوز اجيب شدة التيار، هساوي هنا الاف جي بيساوي الاف، الاف اللي هو القوة المغناطيسية. لاحظ هنا ان المجال بيكون عمودي، يعني احنا هنا بنخليه عمودي في الغالب، الاسئله اللي شبه دي بيبقى المجال عمودي، البي في الاي في ال بتساوي ده الاف المغناطيسيه بيساوي الاف جي اللي هي الام في الجي. هبص هنا للمعطيات هلاقي ان هو عاطيني الام على ال، فانا هقسم هنا على ال فده هيروح. هبص الاقي عاطيني الجي وعاطيني البي ب3.10، وبالتالي هقدر اجيب الاي، وبالتالي الاي هنا في طرف لوحدها بتساوي ام على ال في الجي، وهنا تقسم على الاي، وبالتالي ده بيساوي تقسم على البي، وبالتالي ده بيساوي الام على ال على طول بيساوي 14، دي جرام على متر، هتحول من جرام لكيلو جرام، تضرب في 10 سالب 3 في الجي ب9.8 وتقسم على البي اللي هي ب3.10، فيطلع معاك هنا 14 في 9.8
في 10^3 على 3/10. طلع معانا هنا 46% تقريبا اللي هو ألف. السؤال رقم 7 في الشكل التالي: السلك الأسطواني اي بي مصنوع من النحاس الذي كثافته، هنا اعطيك الكثافة اللي هي الرو بالجرام لكل سنتيمتر أس 3. وضع السلك أفقيا في مجال مغناطيسي كثافة فيضه ده البي. إذا كانت قراءة الأميتر 4 أمبير، يعني ده التيار اللي هيمر في السلك، فإن نصف قطر السلك عايزين الآر الذي يجعله معلقا في الهواء دون أي دعم خارجي يساوي شبه اللي فوق. أنت عندك برضو التيار كده، وبالتالي هيتولد قوة مغناطيسية أعلى اف، وادي قوة الوزن اللي تحت اف جي. عشان السلك ده يفضل معلق في الهواء لازم الاف تساوي الاف جي. فانت برضو عندك الاف اللي هي البي في الاي في ال، لان السلك هنا عمودي على المجال بيساوي الام في الجي. ابص هنا على المعطيات اللي هو عطاها لي والمطلوب، هلاقي ان هو عاطيني الكثافه بيساوي 8.96 جرام لكل سنتيمتر اس 3. طبعا هتحولها من جرام لسنتيمتر اس 3 لكيلو جرام، وبالتالي هتضرب في 10^3 فوق وتحت، هتضرب في 10^6 عشان تحول من سنتيمتر اس 3 لمتر اس 3. وبالتالي هتبص هنا 10^3 فوق وتحت 10^6، فكأنك بتضرب المقدار ده في 10^3. اعملها بقى حاسبه كده، 8.96 في 10^3 على 10^6، في 10^3 هتروح مع 10^3 تحت، تفضل تحت 10^3 تطلع فوق ب 10^3 اللي هي 1000 يعني. وبالتالي ده هيبقى 8.960 كيلو جرام لكل متر اس 3. طيب دي اول معطى. تاني معطى عندنا ان انت عندك كثافه الفيض بتساوي 2/10 تسلا. تالت معطى عندك ان الاي بتساوي 4 امبير، واحنا هنا عايزين طبعا الجي عندك نصف القطر. اعمل ايه؟ هتحاول ان انت تجيب نصف القطر في المعادله دي، وفي نفس الوقت تجيب برضو الرو. فانا هنا البي زي ما هي، الاي زي ما هي، ال بيساوي الام بتساوي الرو في الفوليوم، والفوليوم بيساوي الاي في ال، حيث الاي في ال انا عندي السلك كده، طول السلك ال ومساحه مقطعه اي. وبالتالي هتشيل ام وتحط مكانها رو في الاي في ال في الجي. هتبص هنا تلاقي ان ال راحت من الطرفين، الجي عندك، الرو عندك، البي عندك، الاي عندك، وبالتالي تقدر تجيب الاي اللي هي مساحه المقطع، ومنها تجيب نصف القطر، او على طول ممكن تشيل اي من هنا تحط مكانها، سيب الاف طرف لوحدها. اي بتساوي بي في الاي على الرو في الجي، وده بيساوي باي ار تربيع. فانت هتقسم الطرفين على الباي، وبعد كده تاخد الجذر، يبقى الار بتساوي الجذر التربيعي للمقدار ده كله. البي عندك بكام؟ ب2/10، الاي عندك ب4 على الباي 3.14، الرو 8960 في الجي 9.8. اتنين من عشرة في اربعة بتمانية من عشرة على 3.14 في 8.960 في 9.8. فيطلع معاك 1.7 في 10^3. طبعا ممكن يجيبها لك بالملي، 10^3 متر اللي هي ملي متر، وبالتالي ده 1.7 ملي متر برضو. طبعا هنا هنلاقي 1.7 في 10^3 هي دي الاجابه الصحيحه. السؤال رقم 8: وضع سلك يحمل تيارا في مجال مغناطيسي كما هو موضح في الشكل. اذا اثرت القوى المغناطيسيه اف على قطعه السلك اي بي اللي هي دي، فأي ما يتلي صواب عن القوى المغناطيسية المؤثرة على السلك بي سي اللي هو من هنا لحد هنا. هلاحظ هنا حاجة مهمة، إن أنت عندك كل الأسلاك أو كل قطع الأسلاك دي
عمودية على الفيض المغناطيسي، وبالتالي كلها هتتأثر بقوة مغناطيسية، والقوة المغناطيسية المؤثرة على كل قطعة من السلك دي هتساوي البي في الاي في ال، لأن كلهم بيصنعوا زاوية 90. لاحظ هنا إن الحتة دي عمودية على الفيض، ودي نفس الكلام ودي نفس الكلام، أوكي؟ فكلهم عموديين. اللي هيختلف هنا هو اتجاه القوة المغناطيسية. فأنت عندك اتجاه القوة المغناطيسية مؤثرة على الجزء ده من السلك، هيبقى أنت عندك آدي اتجاه التيار، اتجاه الفيض لأعلى، وبالتالي اتجاه القوة تبقى كده. لو أنت خليت التيار كده والمجال هتبقى القوة دي كده. عندك بالنسبة للجزء ده اتجاه التيار كده والمجال كده، وبالتالي هتلاقي ان القوة كده. الجزء ده هتلاقي برضو ان القوة كده، وبالتالي عندك هنا اتجاهات القوة هي اللي مختلفة، ولكن المقدار بتاع القوة هيختلف مع طول كل قطعة من السلك ده. فانت عندك هنا الطول بتاع القطعة اللي بي اقل من الطول بتاع القطعة بي سي، وانت هنا بتقول ان الاف بتساوي البي في الاي في ال، لان السيتا في كل الحالات 90 درجة يعني، والمجال هو هو والتيار هو هو، وبالتالي الاف بيتناسب مع ال. طالما ان ال بي سي اكبر من ال اي بي، يبقى الاف بي سي هيبقى اكبر من الاف ال بتاع الاي بي يعني، اللي هو نفسه الاف، وبالتالي هتبقى القوة اكبر من الاف. فهمت الفكرة؟ الاسلاك كلها هنا عمودية على الفيض المغناطيسي. السؤال رقم 9 بيقول لك: وضع سلك مستقيم يحمل تيارا يبلغ طوله في مجال مغناطيسي، بحيث يكون اتجاه التيار عموديا على اتجاه كثافة الفيض المغناطيسي. طبعا اتجاه التيار عمودي، هو نفسه السلك عمودي، لان انا عندي لو سلك كده اتجاه التيار عمودي على الفيض، هي نفسها ان السلك عمودي على الفيض، لان يعني اتجاه التيار موازي لطول السلك. والتمثيل البياني، يبقى انت هنا عندك الست الاول بتساوي 90 درجة، وبالتالي اف ماكسيمم، يبقى دي ماكسيمم على طول. يوضح العلاقة بين القوة المؤثرة على السلك وشدة التيار، فإن كثافة الفيض المغناطيسي. أنا عندي هنا علاقة خط مستقيم ما بين الاف والاي. السلوك بتاعك بيساوي الاف على الاي، لأنك بادئ من الصفر. طبعا الاف على الاي هتساوي البي في ال، لان انت عندك الساين سيتا بواحد، وبالتالي انا هجيب الميل، وعندي ال ال باتنين، فاقدر اجيب البي. هاخد هنا اي نقطة، اسهل نقطة عندك خد النقطة دي مثلا، النقطة دي باربعة من عشرة واتنين من عشرة، تقسم الصادي اللي هو اتنين من عشرة على السيني اللي هو اربعة من عشرة، فيطلع معاك اتنين على اربعة اللي هي نص، ودي بتساوي البي في ال اللي هي اتنين، وبالتالي على طول البي بتساوي، تقسم على الاتنين هيديك ربع تسلا اللي هي 25%. السؤال رقم 10: وضع سلك مستقيم يحمل تيارا شدته 3 امبير عموديا على مجال مغناطيسي شدته 2 اوبر على المتر تربيع، وبالتالي البي. اذا كان طول السلك 20 سنتي، فان القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك تساوي، طبعا ده تعويض مباشر، السيت عندك ب90، وبالتالي اف بتساوي البي في الاي في ال بتساوي البي ب2، عندك الاي ب3، ال ب20 سنتي اللي هي 2 من 10 متر، فيطلع معاك هنا 1.2 من 10 نيوتن، وبالتالي هتبقى دال. السؤال رقم 11: سلك طويل يحمل تيارا وضع عموديا برضو على مجال مغناطيسي كثافة فيضه. إذا كانت شدة التيار في السلك 3 أمبير، فإن القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك لكل وحدة طول. لكل وحدة طول معناها إن أنت يا إما بتخلي ال ال بواحد متر، كأن عندك سلك طوله 1 متر يعني، أو إن أنت بتقسم على ال. طبعا أنهي الأصح؟ الأصح إن أنت يعني معظم الطلاب بتقول لك، لما يقول لك لكل وحدة طول، ف بيقول ان الاف بتساوي البي في الاي في ال، وناخد ال بواحد متر، طبعا كده الاف هتطلع بالنيوتن، فدي
كوحدات غلط، هي المفروض ان كل وحده طول يبقى الاف على ال، زي بالظبط لما اقول لك لما كنا بنقول في السؤال، ده بنقول كثافته الطوليه، فاحنا هنا الكثافه الطوليه وحدتها جرام على متر، كانك قسمت الكتله كلها على الطول الكلي، وبالتالي دي ام على ال بتساوي جرام على متر. لكن هنا لما تقول ان الوحده بتاعتك بالنيوتن، فانت هنا الوحده دي مختلفه، فهمت الفكره؟ فهي المفروض لما يقول لك القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك لكل وحدة طول يبقى دي اف على ال بتساوي البي في الاي. فانت عندك هنا البي، طبعا هنا مش لازم يديك بقى الطول لان هو هنا عايز الاف على ال. فانت عندك هنا البي بتساوي نص، وعندك الاي بتساوي 3، وبالتالي ده هيطلع معاك 1.5 نيوتن لكل متر. طبعا لو هو بقى هنا عطيك الطول وعاوز القوة اللي بتأثر على السلك، فانت لو ضربت المقدار ده في الطول بتاعك، يعني مثلا لو الطول ب 3 متر فتضربه في 1.5، هيديك ان القوة اللي بتأثر على 3 متر بتساوي 4.5 نيوتن، لكن هنا تبقى 1.5. 12 يوضح الشكل الآتي: سلكان لهما نفس الطول يحملان نفس التيار موضوعين في نفس الفيض. أي العبارات الآتية صواب عن مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على كل منهم؟ السلكين دول لهم نفس الطول، نفس التيار، نفس كثافة الفيض المؤثرة عليهم. ولو لاحظت كده هلاقي إن السلكين عموديين على الفيض المغناطيسي. واحد هيقول لي إزاي في زاوية هنا سيتا ولكن ما فيش زاوية هنا؟ طبعا دي نفس الفكرة بتاعت السؤال ده. أنت عندك السلك ده والسلك ده موضوعين عموديا على الفيض المغناطيسي، اتجاه القوة بس هو اللي هيتغير، لكن مقدار القوة هو هو، ومقدار القوة قيمة عظمى. فأنت هنا لو عاوز تجيب اتجاه القوة المؤثرة على ده، اتجاه المجال اتجاه التيار، وبالتالي القوة هنا الأعلى، هنا اتجاه التيار اتجاه المجال، وبالتالي القوة دي كده، ولكن نفس المقدار. ومقدار القوة هنا هيكون واحد، لأن نفس الأي ونفس الإل ونفس البي ونفس السيتا. وبالتالي F1 بتساوي F2. السؤال 13: وضع سلك مستقيم متصل ببطارية جهدها ده الـ V عموديا السيتا برضه 90 على مجال مغناطيسي منتظم شدته 2.4 × 10³ إذا كان طول السلك L، مساحة مقطعه A، المقاومة النوعية رو E، فما قيمة القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك؟ عايزين الـ F. أبدأ منين في الأسئلة اللي شبه دي؟ هتبدأ بالقانون بتاع الإف وتشوف إيه المعطيات اللي عندك. القانون بتاع الإف، السلك هنا عمودي وبالتالي ده بي في الأي في الإل، هو هنا عطيك إن السلك ده السلك بتاعي، عطيك الرو إيه بتساوي 1.7 × 10⁻⁸ أوم في متر، وعطيك مساحة المقطع بتاعته ب 8 مليمتر تربيع، ومش عطيك طول السلك ده. بيقول لك ان السلك ده متصل ببطاريه قوه الدفع بتاعتها 5 فولت وملهاش مقاومه داخليه، وعطيك ان السلك ده موضوع في مجال مغناطيسي عمود عليه. الله اكبر الله اكبر. كثافه فيضه بتساوي 2.4 × 10³ تسلا، وعايزين هنا نجيب القوه المغناطيسيه. طيب لما بص كده في القانون بتاع القوه المغناطيسيه، البي هو عطاها لك، ال مش عطاهولك، وكذلك الاي مش عطاهالك. طيب اجيب الاي ازاي؟ ده اللي بتفكر المفروض تفكر كده. الاي بتساوي هنا الدايره دي فيها قوه دافعه ومفيش غير المقاومه دي بس، وبالتالي هتبقى 5 او الفي بي على طول على المقاومه بتاعت السلك. هلاقي ان المقاومه بتاعت السلك مش عندي، ولكن في قانون لحسابها ان الار بتساوي رو اي ال على اي. لما تركز كده هتلاقي ان الرؤية عندك والاي عندك، بس مش عندك ال، وهتلاقي برضو ان في القانون بتاع الاف في ال. معنى كده ان انت المفروض لو عوضت على الاي بتساوي الفي بي على الار، وعوضت على الار بتساوي رو اي ال على ايه، هتلاقي ان ال بتروح مع ال. فلما في السؤال يكون مش عطيك حاجه انت بتستخدمها في القانون، اعرف ان الحاجه دي هتضيع. فاحنا هنا لو عوضنا الاف بتساوي بي في ال في الاي عباره عن الفي بي على الار عباره عن الرو اي
ال على الاي، يعني الاي هتطلع فوق، وبالتالي هتشوف هنا هتلاقي ان ال بتروح مع ال، وبالتالي الاف بتساوي البي باتنين واربعة من عشرة في عشرة سالب تلاتة في الفي بي بخمسة في الاي تمانية في عشرة سالب ستة، ده مليمتر تربيع، وتقسم هنا على الرو اي اللي هي واحد وسبعة من عشرة في عشرة سالب تمانية. فاحنا هنا ممكن نشيل حاجات مع بعضها، ده مع ده مع ده، هتفضل فوق عشرة والسالب واحد، وبالتالي عندنا هنا اتنين واربعة من عشرة في عشرة سالب واحد في نص في خمسة بنص في تمانية على واحد وسبعة من عشرة، هيطلع معاك خمسة وخمسة وستين من مية. نكمل بعد المغرب عشان لسه في مسائل كتير. السؤال اللي بعد كده رقم 14، يوضح الشكل التالي: السلك ا ب المصنوع من النحاس الذي كثافته شبه السؤال اللي احنا لسه حلينه من شوية، ومساحة مقطع السلك تساوي ده الـ A وده الـ Rho، وقد وضع أفقيا في مجال مغناطيسي. إذا كانت قراءة الأميتر 6 أمبير ده الـ I، عاوزين كثافة الفيض. نفس الكلام هنعوض في القانون، عندنا الاف اللي هي بتساوي البي في الاي في ال بتساوي الاف جي اللي هي بتساوي الام في الجي. نبص هنا هنلاقي عطينا الكثافة شبه برضو الكثافة اللي احنا لسه من شوية كنا عاملينها 8960 لما تحولها من جرام لسنتيمتر أس 3 لكيلو جرام على متر أس 3، وعندك مساحة المقطع بتساوي 25 مليمتر تربيع، والتيار بيساوي 6 أمبير، وعايزين نجيب البي. فده دلوقتي هو المجهول، ده عندك ده مش عندك، فهتشيل ده تحط مكانه الرو في الفوليوم اللي هو الاي في ال. هتبص تلاقي ان ال بتروح مع ال، وبالتالي هيطلع معاك ان البي في الاي بتساوي الرو في الاي في الجي. هجيب البي في طرف لوحدها، هتبقى بتساوي الرو في الاي في الجي على الاي بتساوي عندك الرو 8960 الاي 25 في 10 سالب 6 الجي بتسعة وتمانية من عشرة على الاي اللي هي بستة امبي. فتطلع معاك تقريبا سبعة وتلاتين من مية، السؤال رقم 15 بيقول لك يوضح الشكل بلفة مربعة وضع في مجال مغناطيسي منتظم بحيث يكون ضلعان من أضلاع عمودية على اتجاه المجال والضلعان الآخران موازيان للمجال، ما التأثير الكلي للمجال المغناطيسي على الملف؟ الملف هنا موضوع بحيث يكون مستواه موازيا لفيض مغناطيسي، وبالتالي هيتولد فيه عزم ازدواج، عزم ازدواج بيساوي البي في الاي في الاي في الان ساين سيتا، حيث السيتا دي هي الزاويه ما بين العمود على مستوى الملف وخطوط الفيض. طبعا العمود على مستوى الملف هنا اللي هو الام دي، لو انت عاوز تحدد اتجاهه هيكون لخارج الصفحه، عمودي على اتجاه خطوط الفيض، وبالتالي هيتولد هنا عزم ازدواج، وبالتالي الملف ده هيدور. طيب الملف ده هيدور ازاي؟ انت عندك الضلع ده هيتولد فيه قوه مغناطيسيه، عشان تحدد اتجاهها هيبقى عندك ادي اتجاه البي وادي اتجاه التيار، وبالتالي ده عمود على الصفحه الداخل. الضلع ده والضلع ده مش هيتولد فيهم لانهم موازيين لاتجاه المجال، والضلع ده هيبقى عمود على الصفحه الخارج، وبالتالي ده هيدور بالشكل ده.
كده يعني مع عقارب الساعة. وبالتالي ده واي وده اكس، وبالتالي المجال المغناطيسي راجع الملف اتسار عموديا غلط، عموديا الى خارج الشاشة غلط، يدور حول المحور اكس غلط، يدور حول المحور واي صح. طبعا لو مستوى الملف كان عمودي على خطوط الفيض ما كانش هيتولد فيه عزم ازدواري، وبالتالي ما كانش هيتحرك. 16، وضع سلك يحمل تيارا في مجال مغناطيسي كما هو موضح في الشكل. اذا اثرت القوة المغناطيسية اف على قطعة السلك اي بي، فاي ما يتلي صوابع القوة المغناطيسية المؤثرة على قطعة السلك بي سي. لاحظ ان السؤال ده مختلف تماما عن السؤال ده. السؤال ده كانت قطع السلك دي كلها عمودية على خطوط الفيض، وبالتالي الاف هنا كانت بتتناسب مع ال، ولكن هنا الموضوع مختلف. انت عندك خطوط الفيض كده، وبالتالي الفيض المغناطيسي عمود على الضلع ده ولكن بيصنع زاوية مع الضلع ده، وبالتالي هنا في اختلاف للطول وفي نفس الوقت للزاوية غير المسألة اللي فاتت. احنا عندنا هنا بالنسبة للسلك اي بي، هو هنا بيقول لك ان الاف المؤثر عليه بتساوي اف، ودي بتساوي البي في الاي في ال اي بي، والساين ثيتا هتبقى ب90 لانه عمودي. بينما الضلع بي سي القوة المؤثرة عليه اف بي سي بتساوي البي برضو والاي زي ما هي، ال بي سي ساين الزاوية اللي بيصنعها المجال المغناطيسي مع الضلع، اللي هي انهي؟ اللي هي الزاوية دي او الزاوية دي، اي واحدة فيهم. طيب ساين الزاوية دي بتساوي ايه؟ ساين الزاوية دي بتساوي المقابل على الوتر. لاحظ ان الزاوية دي هي نفسها، لو انت مديت السل المجال ده لتحت كده، فتلاقي ان الزاوية دي هي نفسها الزاوية دي، وبالتالي المقابل هنا هو الضلع اي بي والوتر هو الضلع بي سي، وبالتالي الساين سماها سيتا بي سي، دي بتساوي المقابل اللي هو ال اي بي على الوتر اللي هو ال بي سي. فهتبص هنا لما تشيل ده وتحط مكانها ال اي بي على ال بي سي، هتلاقي ان ال بي سي بيروح مع ال بي سي، وبالتالي الاف بي سي بتساوي البي في الاي في ال اي بي. معنى كده ان القوة المغناطيسية المؤثرة على الضلع اي بي هي نفسها القوة المغناطيسية المؤثرة على الضلع بي سي، وبالتالي هتساوي. لاحظ هنا ان عشان القوة المؤثرة على الضلع ده تساوي القوة المؤثرة على الضلع ده، لازم الاتنين يكونوا بالشكل ده، يعني الاتنين بيصنعوا مع بعض مثلث. بمعنى تاني، لو انت عندك ده الضلع اي بي وده الضلع بي سي، فكده المثلث بتاعك مش هيبقى كامل في جزء هنا، وبالتالي القوة المؤثرة على الضلع بي سي هتبقى أكبر من القوة المؤثرة على الضلع بي سي، فلازم يكون المثلث هنا كامل. لو أنت وصلت ما بين النقطة دي والنقطة دي هتكون موازي لخطوط الفيض نهاية الضلع بي سي ونهاية الضلع اي بي. السؤال 16، سلك يحمل تيارا أضع عموديا على مجال مغناطيسي منتظم تتغير شدته بي، أي التمثيلات البيانية الآتية يمثل العلاقة بين شدة المجال المغناطيسي والقوة المغناطيسية المؤثرة على السلك. الإف بتتناسب مع البي تناسب طردي عند ثبوت باقي العوامل، وبالتالي العلاقة تبقى خط مستقيم بالشكل ده. وبالتالي الاتنين دول غلط. والإجابة الصح هتبقى دي. دي كانت عايزة تيجي هنا شوية. سؤال 18، يوضح الشكل ملفا على شكل مستطيل يحمل تيارا بين قطبي مغناطيس. أطول ضلعين الملف يوازيان المجال المغناطيسي ابتداء. يبقى هنا مستوى ملف موازي لخطوط الفيض في الوضع الابتدائي. بيقول لك هنا يدور الملف بعد ذلك 90 درجة بدور من الوضع الموازي للوضع العمودي، أي من الخطوط الموضحة للتمثيل البياني يمثل بصورة صحيحة التغير في عزم الدوران الذي يؤثر على الملف مع تغير الزاوية التي يصنعها أطول ضلعين مع اتجاه المجال المغناطيسي من 0 حتى 90. طبعا هنا مستوى الملف بادئ من الوضع الموازي لخطوط الفيض، وبالتالي التاو هنا هتبقى ماكسيمم. بعد كده
بيدور لحد ما يوصل الوضع العمودي، وبالتالي التاو هتبقى بصفر. وبالتالي التاو ماكسيمم عند زاوية الدوران بصفر، يعني هو لسه بادئ، والتاو بصفر بعد مدار 90 درجة. وبالتالي لو بصينا للخطوط دي كلها هنلاقي ان ده غلط، ده غلط بادئ من الصفر، ده غلط بادئ من قيمة وبيزيد، ده بادئ من قيمة عظمى وبيقل لحد ما وصل للصفر عند 90. وبالتالي الإجابة الصحيحة هتبقى ده، هو تقريبا ده الأخضر، وهنا مش واضح عشان التصوير أبيض وأسود. السؤال رقم 19 يوضح الشكل ملفا موصلا مستطيلا يتكون من لفتين، يبقى الان هنا بتساوي 2، موضوعا في مجال مغناطيس شدته يبقى ده البي، يمر بالملف تيار شدته يبقى ده الاي، النسبة بين دي 1 الى دي 2 تساوي 1.25. طبعا دي 1 هو الضلع ده والدي 2 هو ده. عزم الدوران المؤثر على الملف يساوي ده التاو ملي نيوتن في متر، فإن طول الضلع دي 1 لأقرب ملي متر يساوي، عايزين الضلع دي 1 هيساوي كام؟ طبعا مستوى الملف هنا موازي لخطوط الفيض، وبالتالي التاو هنا ماكسيمم، وبالتالي ده بيساوي البي في الاي في الاي في الان. هلاقي إن هو هنا عطينا التاو وعطيك البي وعطيك الاي وعطيك الان، بس مش عطيك الاي. الاي دي بتساوي ايه؟ طبعا ده مستطيل الدي 1 في الدي 2، وهو هنا عطيك الدي 1 والدي 2 العلاقه ما بينهم عامله ازاي، وبالتالي هتقدر هنا تعوض بواحد عن التاني، وبالتالي هتقدر تجيب الدي 1. وبالتالي كل اللي انا هعمله هنا انا عايز اجيب الدي 1، وبالتالي الدي 2 بتساوي دي 1 على 1.25، وبالتالي الاي بتساوي الدي 1 زي ما هي في الدي 2 اللي هي دي 1 على 1.25، هيطلع معاك دي 1 تربيع على 1.25. بعد كده اعوض في القانون ده هجيب الدي 1. يبقى انا عندي هنا التاو بتساوي البي في الاي في الان في الاي اللي هي عباره عن الدي 1 تربيع على 1.25. وبالتالي هجيب ده في طرف لوحده، او الاول يعني كان ممكن تجيب ده في طرف لوحده خليها ايه مثلا وتجيب الايه، وبعد كده تعوض في القانون ده تجيب الدي 1. هي هي المهم، لو انا جبت الدي 1 تربيع في طرف لوحدها فده هتساوي 1.25 في التاو على البي في الاي في الان، وبعد كده هتاخد الجذر بتاع ده هيطلع معاك الدي 1، وبالتالي ده بيساوي الجذر التربيعي 1.25 في التاو 12.5 في 10 اس 3 لان ده بالملي نيوتن في متر، مقسوم على البي اللي هي ب 3.25 ملي تسلا في 10 اس 3 برضو. عندك الاي بيساوي 4.8 والان ب 2، تلاقي ان ده بيروح مع ده، وبعد كده تعوض 1.25 في 12.5 على 325 في 4.8 في 2، هيطلع معاك 71 من 1000. لو جبتها هيطلع معاك 71 في 10 أس 3، هتزود السبعة هتزود هتبقى 71 في 10 أس 3 متر، اللي هي نفسها 71 ملي متر، وبالتالي الإجابة تبقى رقم ب. السؤال رقم 20 يوضح الشكل ملفا موصلا مستطيلا مكون من 3 لفات، موضوعا في مجال مغناطيس يمر بملف تيار شدته طول الدي 1 سماها زي ما هي دي 1 وطول الدي 2، يبلغ عزم الدوران المؤثر على الملف 18 ملي نيوتن في متر، فإن شدة المجال، طبعا هو هنا بيقول لك يبلغ عزم الدوران في الوضع اللي هو فيه ده، وعايزين شدة المجال المغناطيسي، طبعا ده تعويض مباشر، انت عندك التاو ودي ماكس بتساوي البي في الاي في الاي في الان، وعايزين نجيب البي،
وبالتالي البي بتساوي التاو الاي في الاي في الان، وبالتالي البي بتساوي التاو عندك ب 18 في 10 اس 3 على الاي ب 8.2 من 10 في الاي، هعطيك طول وعرض تضربهم في بعض 35 من 1000 في 25 من 1000 في ال n ب 3. طبعا هو طالب البي بالملي تسلا، وبالتالي ممكن تشيل العشرة سالب تلاتة دي، هيطلع معاك بالملي على طول. بتلاتة 18 على 8.2 من 10 في 35 من 1000 في 25 من 1000 في 3، هيطلع معاك الرقم الكبير ده اللي هي 836 ملي تسلا. السؤال رقم 21، أي من الآتي يمثل علاقة بين عزم الدوران المؤثر على ملف يحمل تيارا وضع في مجال مغناطيسي منتظم؟ الزاوية التي يصنعها مستوى الملف مع اتجاه المجال المغناطيسي بدءا من الموضع الذي يوازي مستوى الملف عنده اتجاه المجال المغناطيسي. طبعا مستوى الملف بيوازي، وبالتالي هيبدأ من قيمة عظمى، وبالتالي ده غلط وده غلط. تاني حاجة، إن العلاقة ما بين عزم الإزدواج و السيتا علاقة جاذبية. طبعا هنا انت بادئ من القيمة العظمى، فدي كوزين، ولكن سواء ساين او كوزين هو نفس الشكل، يعني الساين والكوزين اسمهم علاقة جاذبية، وبالتالي انت بادئ من قيمة عظمى مع دوران الملف لحد ما يوصل للوضع العمودي هيقل، بعد كده عزم الازدواج هيغير الاتجاه بتاعه ويرجع الملف يدور في الاتجاه العكسي، وبالتالي عزم الازدواج هيغير الاتجاه بتاعه بالشكل ده، وبالتالي العلاقة بتاعتك هتبقى رقم ب. السؤال رقم 22، يوضح الشكل ملفا مستطيلا يمر به تيار موضوعا بين قطبين مغناطيسيين، ضلع الملف اي بي ودي سي عموديان على المجال المغناطيسي. طبعا الدي سي والاي بي دول عموديين، واحد يقول لي ازاي عموديين؟ زي ما قلنا قبل كده، لو انت عندك الملف ده بيدور في المجال المغناطيسي، فدايما الضلع ده والضلع ده عموديين على خطوط الفيض، زي ما قلنا قبل كده الضلعين الطوليين دايما عموديين على خطوط الفيض، وبالتالي القوة المغناطيسية المتولدة فيهما بتكون لها قيمة ثابتة، واللي بيختلف او اللي بيخلي عزم الازدواج يختلف هو الزاوية او البعد العمودي ما بين القوتين. انت عندك مستوى ملف كده مثلا، فانت عندك البعد العمودي بيقل عن لو كانوا كده مثلا. المهم عندك هنا يصنع قطر الملف في كذا زاوية، طبعا الزاوية دي اللي هي السيتا، ادي اتجاه المجال المغناطيسي اهو، وادي مستوى الملف اهو، وبالتالي الزاوية دي هي الزاوية ما بين مستوى الملف وخطوط الفيض، وبالتالي السيتا دي مختلفة عن السيتا اللي احنا بنستخدمها في القانون. السيتا اللي احنا بنستخدمها في القانون دي هي الزاوية ما بين العمود على مستوى الملف وخطوط الفيض. فانت عندك دلوقتي ادي مستوى الملف كده، العمود على مستوى الملف كده، وعندك الزاوية دي هي الزاوية دي اللي هي نفسها الزاوية دي، وبالتالي السيتا هنا بتساوي 90 ناقص الزاوية دي اللي هي 42 اللي هي 48. بقول لك انا شدة التيار للاي كثافة الفيض للبي، طول الاي سي يساوي وطول الاي بي يساوي في عزم الدوران. طبعا ده تعويض مباشر، انت عندك هنا التاو بتساوي زي ما قلنا البي في الاي في الاي في الان في الساين سيتا، عندك البي 25%، عندك الاي بواحد وخمسة وسبعين من مية، عندك الاي هتضرب الطول في العرض 65 من 1000 في 10 سالب 3 سالب 2 لان ده بالسنتي، وطول الاي بي
45 من 1000، اعتقد ان ده بالمتر مش بالسنتي، ده بالمتر وده بالمتر برضو. متربش في 10^2، هنشوفها دلوقتي. وده 45 من 1000. وعندك هنا ال n هنا بواحد لان دي لفة واحدة، او هو متكلمش هنا وبالتالي تبقى لفة واحدة، وده ساين ثيتا ودي ب 48. فهنعوض كده، يبقى انت عندك هنا 25% في 1.75% في 65 من 1000 في 45 من 1000 في ساين 48. فده هيطلع معاك الرقم ده، زي ما قلت ده بالمتر مش بالسنتي، بعدلها. طبعا الرقم ده اللي هو 951 في 10^6 طبعا ده نيوتن في متر تربيع، سوري في متر. عندك ال 10^6 ده ملي، مايكرو، مش عارف ايه دماغه فرح اللي شغال جنب ده، ده مايكرو، وبالتالي هتبقى هنا 951 مايكرو نانو، مايكرو نيوتن في متر، لا حول ولا قوة الا بالله، اللي هي رقم ألف. السؤال رقم 23، بالنسبة إلى ملف يحمل تيارا موضوع في مجال مغناطيسي منتظم، قياس الزاوية بين مستوى الملف واتجاه المجال المغناطيسي التي لا ينتج عندها عزم دوران مؤثر على الملف. عشان ما ينتجش عزم الدوران فلازم يكون مستوى الملف عمودي على خطوط الفيض، وبالتالي الزاوية بين مستوى الملف واتجاه المجال 90 درجة. وضع ملف مكون من 150 لفة، مساحته في مجال مغناطيسي كثافة فيضه، ما أصغر تيار ينتج عنه عزم دوران عند مرور في الملف؟ طيب ركز معايا في السؤال ده، هو هنا بيقول لك ما أصغر تيار ينتج عنه عزم دوران عند مرور في الملف، مش عاطيك هنا معلومات عن الزاوية. طبعا هنا انت عشان تقلل، عشان تفهمها تعالى نكتبها هنا، التاو بتساوي البي في الاي في الاي في الان ساين سيتا. احنا هنا عاوزين اقل تيار ينتج عنه قيمه معينه لعزم الازدواج، وهو هنا عاطيك البي وعاطيك الاي وعاطيك الان. لو انت عندك السيتا، السيتا مش ب 90 درجه، فانت كده هتضطر ان انت تحط تيار اكتر، فاهم الفكره؟ فانا هنا انا عايز اخلي السيتا بتاعتي هنا ب 90 درجه بحيث ان انا ده اقل تيار احصل عليه. تاني، لو انا مثلا عندي التيار ده مثلا لو الزاويه سيتا مثلا هنا ب 30 درجه، فانت هنا مثلا هتحتاج 2 اي، لكن لو خليت السيتا ب 90 درجه فانت هتحتاج اي بس، وبالتالي الاي هو اصغر من الاثنين اي، وبالتالي الافضل طالما ان هو قال لك هنا عاوزين اقل تيار يدينا عزم ازدواج معين، فانا هنا هخلي مستوى الملف موازي لخطوط الفيض طالما ما قاليش الزاويه، فهمت الفكره؟ وبالتالي انا عندي هنا الاي بيساوي، هخلي هنا دي ب 90، يبقى انا عندي هنا التاو على البي في الاي في الان بيساوي، عندك هنا التاو 8 او 18 قصدي على البي اللي هي ب 8 من 10 في الاي 6 من 100 في الان اللي هي 150، وبالتالي 18 على 8 من 10 في 6 من 100 في 150، فيطلع معايا هنا 2.5 امبير. السؤال رقم 25، ملف دائري مساحته مكون من 50 لفة، موصل بمصدر تيار متغير، وضع الملف ده في المجال المغناطيسي منتظم بحيث يوازي مستوى اتجاه المجال المغناطيسي، بس السيتا هنا بتساوي 90 درجة. يوضح التمثيل بين العلاقة بين قيمة التيار في الملف وعزم الدوران المؤثر للملف ما مقدار المجال المغناطيسي الذي وضع فيه الملف. علاقة
علاقة طردية ما بين التاو والآي بدأ من الصفر، وبالتالي عندك هنا الأسلوب بيساوي تاو على الآي اللي هو نفسه البي في الإي في الإن، والساين سيتا بواحد لأن السيتا بتساوي. فأنت هتجيب الميل هتلاقي إن هو عطيك هنا الإن وعطيك الإي، فتقدر تجيب البي. بس عشان أجيب الميل هنا هاخد النقطة دي مثلا، لأنك بادئ من صفر وصفر، تقسم الصاد على السيني واحد على الاتنين اللي هي التاو على الآي هيديك نص، وبالتالي البي بتساوي نص على الاي اللي هي 25 من 1000 في الان اللي هي 50. وبالتالي انا عندي هنا نص على 25 من 1000 في 50، هيطلع معاك 4 من 10. تسلم. 26 ملف دائري نصف قطره مصنوع من سلك نحاسي مساحة مقطعه إذا وصل ببطارية قوتها الدفع الكهربية 12 فولت مقاومتات داخلية مهملة، ثم وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه بحيث يكون مستوى الملف موازيا لاتجاه المجال، يعني 96 درجة. فاحسب عزم الدوران المؤثر على الملف علما بأن المقاومة النوعية للنحاس. هتبدأ بالقانون الأصل بتاعك أو القانون اللي عاوز عزم الدوران أو عزم الإزدواج. تعرف إن التاو هنا برضو 96، يبقى ده بيساوي البي في الأي في الإي في الإن. أبص هو عاطيني معطيات إيه؟ عاطيك ملف دائري نصف قطره، نصف قطر الملف ده الأر بيساوي 5 سنتي، وعاطيك هنا مصنوع من سلك نحاسي مساحة مقطعه. لاحظ هنا إن الإي دي هي مساحة مقطع السلك، مساحة مقطع السلك، ودي بتساوي 3 × 10^6 متر تربيع. وعندك ده متوصل ببطارية القوة الدفع بتاعتها ال في بي بتساوي 12 فولت ومفيش مقاومة داخلية، وعندك في كثافة فيض بتساوي 2 من 10 تسلا، والفيض موازي لمستوى الملف. وأعطيك المقاومة النوعية بتاعت النحاس بتساوي 1.68 × 10^8 أوم في متر. أنا دلوقتي عايز أجيب التاو، ما عنديش الإن. طيب الإي أقدر أجيبها لأن هنا عطيني نصف القطر، وبالتالي تقدر تجيبها. طيب الأي، عشان تجيب الأي فأنت هنا هتحتاج تقسم الفي بي على المقاومة. طيب المقاومة بتساوي الرو إي في الإل على الإي داش اللي هي مساحة مقطع السلك. هو عطيك الاي داش وعطيك الرو اي، بس مش عطيك ال ال ده اللي هو طول السلك المصنوع منه الملف. طيب طول السلك المصنوع منه الملف ده بيساوي ايه؟ ده ملف دائري، عارفين ان طول السلك المصنوع منه الملف نقدر نجيبه بان احنا نضرب عدد اللفات في محيط اللفة الواحدة اللي هو 2 باي ار، حيث الار ده نصف القطر بتاع الملف في عدد اللفات اللي هو الان. هتبص تلاقي ان الان مش عندك، ولكن في قانون هنا هيطلع لك الان لازم يضعوا مع بعض. تعالى كده نرجع بقى للقانون ده، التاو بتساوي البي زي ما هي، الاي هو عطاها لك لو انت تقدر تجيبها من هنا يعني، وعندك الان سيبها زي ما هي. في الاي عباره عن الفي بي على الار، والار عباره عن الرو اي في ال اللي هي 2 باي ار ان على الاي داش، يبقى الاي داش هتطلع فوق. طبعا انا عارف ان الموضوع ممكن يبان مكلكح شويه، فانت عشان ما تتلخبطش ممكن تاخدها واحده واحده. ازاي؟ هتيجي الاول تكتب الار هنا بتساوي رو اي ال اللي هي 2 باي ار ان على اي داش، بعد كده هتكتب الاي، فيطلع معاك هنا ان الاي بتساوي الفي بي على الار، العاده هتخليها في وتشقلب المقدار ده، فالاي داش هتطلع لفوق، وبالتالي تبقى في بي في الاي داش على الرو اي في 2 باي ار ان. بعد كده تعوض هنا فيطلع معاك نفس الحاجه، في بي في الاي داش على الرو اي في 2 باي ار ان. هتبص هنا هتلاقي ان الان بيروح مع الان،
حيث الان هو عد اللفات. نيجي بعد كده يبقى التاو بتساوي البي، الاي عبارة عن باي ار تربيع في الفي بي في الاي داش على 2 باي ار في الرو اي. هتبص تلاقي ان انت عندك الباي بتروح مع الباي والار بتروح مع التربيع، وبالتالي التاو بتساوي بي في الار في الفي بي في الاي داش على 2 في الرو اي هيساوي عندك البي باتنين من عشرة، الار لونس في القطر 5 في 10 سالب 2، الفي بي ب12، الاي داش 3 في 10 سالب 6، كل ده مقسوم على 2 في الرو اي 1 و6 8 في 10 سالب 8. هتلاقي ان ده بيروح مع بعضه، بس بعد كده 2 من 10 في 5 في 12 في 3 على 2 في 1 و 6 8 هيطلع معاك 10 و 7 من 10. السؤال رقم 27، الملفان المتطابقان اي وبي طول كل منهما ال، دول ملفين متطابقين طول كل منهما ال وعرضه اوكي، هو ده العرض وده الطول، يحملان نفس التيار نفس الاي. إذا وضع الملفان في مجال مغناطيسي كما موضح في الشكل الآتي فأي من التالي يمثل نسبة عزم الدورة؟ يبقى أنت عندك هنا الملفين دول متطابقين، يعني لهم نفس عدد اللفات نفس مساحة المقطع وموضوعين في نفس المجال المغناطيسي والاتنين موضوعين موازي، وأنا عارف إن التاو بتساوي البي في الأي في الإي في الإن الساين سيتا بواحد، نفس الإن نفس الإي 2 ال في ال ب 2 ال تربيع ونفس الكلام هنا، نفس الأي بيمر فيهم نفس التيار نفس كثافة الفيض، وبالتالي التاو هتبقى هي هي بس. يبقى انت عندك هنا نفس المجال سوري نفس العزم بتاع الدورة وبالتالي تبقى بي. 28، تمثل الأشكال التالية ملفات تحمل نفس التيار وتصنع زوايا مختلفة مع مجال مغناطيسي منتظم، أي المواضع ينظر القيمة العظمى لعزم الدوران المؤثر الملف. طبعا لما أقول لك موضوع زوايا مختلفة مع مجال مغناطيسي منتظم يقصد هنا نفس المجال. طيب أنا عندي التاو بتساوي البي في الأي في الإي في الإن ساين سيتا، وطبعا هنا برضو نفس يعني كل حاجة هي هي ما عدا الزاوية فقط. أوكي، فانت عندك هنا التاو بيتناسب مع الساين سيتا، انت طبعا عارف ان السيتا دي هي الزاويه ما بين العمود على مستوى ملف وخطوط الفيض، عشان تحصل على اكبر تاو فانت عاوز تحصل على اكبر ساين سيتا، وعشان تحصل على اكبر ساين سيتا فانت هتحصل على اكبر سيتا من صفر لحد 90. طبعا احنا بنقول ان السيتا دي هي الزاويه ما بين العمود على مستوى ملف وخطوط الفيض، وبالتالي عشان تكبر السيتا دي فانت هتصغر السيتا اللي ما بين مستوى ملف وخطوط الفيض. تاني، عشان تكبر الزاويه ما بين العمود على مستوى ملف وخطوط الفيض فانت هتصغر الزاويه ما بين مستوى ملف وخطوط الفيض. بطريقه تانية، انت عندك هنا الزاويه ما بين العمود على مستوى ملف وخطوط الفيض هتبقى ب 30 اللي هي 90 ناقص 60، هنا الزاويه دي بصفر، هنا الزاويه دي انت عندك ده ب 150 يبقى دي ب 30، هنا الزاويه بتاعتك هتبقى ب 10 درجات. فانت هنا عشان تحصل على اكبر قيمه لعزم الدوران فانت عايز هنا اكبر زاويه، تلاقي هنا ب 30 وهنا ب 30، هما الاثنين دول هيدي نفس المعنى، نخليها هنا القيمه الصغرى، ننزل القيمه الصغرى لعزم الدوران وننزل عزم الدوران مساحه ملف يساوي صفر. طبعا لو خليناه يساوي صفر بقى هنا عشان هو في اتنين هنا هيدوا نفس القيمة هنا وهنا،
بعتذر اتلخبطت في حاجة. سوري، الزاوية هنا ب30 اللي هي ما بين مستوى المرافق والخلفية، يبقى الزاوية دي ب60. سوري بعتذر، يبقى الإجابة هنا هتبقى جيم. بعتذر، خليها زي ما هي. ننزل القيمة العظمى أو أكبر قيمة، خليها أكبر قيمة، ننزل أكبر قيمة لعزم الدوران المؤثر على الملف. يبقى تاني، الزاوية هنا ب30، الزاوية هنا ب0، الزاوية هنا ب10، الزاوية هنا ب60، وبالتالي ده أكبر قيمة لعزم دوران ما بين الأربعة الموجودين، وبالتالي الإجابة دي. زي ما قلت لك من شوية، أنت هنا عشان تكبر الزاوية ما بين العمود على مستوى ملف خطوط الفيض، بتصغر الزاوية ما بين مستوى ملف وخطوط الفيض. فأنت هنا عندك أكبر زاوية فيهم ب90، فهتديك أقل عزم دوران. أقل زاوية فيهم ب30 هتديك أكبر عزم دوران، لأن الزاوية دي بقت ب60. أعتقد أنت استوعبت الفكرة يعني. السؤال 29، يمثل الشكل الآتي ملفا يحمل تيارا في مجال مغناطيسي منتظم، عزم الدوران المؤثر على الملف عند الموضع الموضح في الشكل يساوي التاو. مستوى الملف هنا موازي لخطوط الفيض، وبالتالي التاو دي بتساوي البي في الاي في الاي في الان. بيقول لك هنا عايزين عزم الدوران المؤثر على الملف يساوي تاو على الاثنين. طبعا عشان يساوي تاو على الاثنين، فانت هنا مستوى الملف مش هيكون موازي، وفي نفس الوقت مش هيكون عمودي، لان عمودي هيبقى بصفر، وبالتالي ده غلط. امال هيكون ايه؟ هيصنع زاويه. الزاويه دي بكام؟ احنا لسه بنقول ان التاو بتساوي البي في الاي في الاي في الان، وبالتالي النص التاو بيساوي البي في الاي في الاي في الان ساين سيتا. طبعا لو انت قسمت الاثنين على بعض، هتلاقي ان البي في الاي في الاي في الان بيروح. او بطريقه تانية، احنا هنا بنقول ان التاو ده بيساوي البي في الاي في الاي في الان، ده اللي هو نفسه التاو ماكس. وانا عارف ان التاو عند اي وضع بتساوي التاو ماكس ساين سيتا، هسميها تاو داش. وبالتالي التاو ماكس هي نفسها التاو ساين سيتا، والتاو داش دي بتساوي نص التاو، فهتلاقي ان التاو بتروح مع التاو، يبقى انت عندك الساين سيتا بتساوي نص، يبقى السيتا بتساوي 30 درجة. لاحظ هنا ان معنى ان السيتا ب 30 درجة دي الزاوية ما بين العمود على مستوى ملف خطوط الفيض، يبقى انت عندك مثلا الدلتا اللي هي ما بين مستوى ملف خطوط الفيض هتساوي 90 ناقص الزاوية دي اللي هي 60 درجة. فانت عندك هنا عامل لك الزاوية دي ب 30 غلط طبعا، لان العمودي على مستوى ملف خطوط الفيض ب 60 درجة مش ب 30 هنا، وبالتالي غلط. دي ب 45 غلط برضه، وبالتالي الاتنين دول غلط. دي ب 60 وبالتالي صح، الزاوية دي ب 30، وبالتالي الإجابة هتبقى دي. سؤال رقم 30، يوجد ملفان دائريان يحملان التيارين ألف وباء. الملف ألف نصف قطره آر، والملف باء نصف قطره. إذا كان للملفين نفس عدد اللفات، نفس الإن، ونفس عزم ثنائي القطب، ونفس الإم دي، فما نسبة التيار في ملف ألف إلى التيار في ملف بي باء؟ تعرف ان الام دي بيساوي الاي في الاي في الان، لهم نفس الام دي و نفس عدد اللفات، وبالتالي الاي والان بيتناسبوا عكسيا مع بعض. وبالتالي انت عندك هنا الاي بيتناسب عكسيا مع الاي، وعندك الاي بتساوي باي ار تربيع، وبالتالي الاي بيتناسب عكسيا مع الار تربيع، وبالتالي الاي الف الى الاي باء بتساوي ار باء على ار الف الكل تربيع، بتساوي الار باء ب2 ار، والار الف بار كل تربيع هيطلع معاك 4، وبالتالي هتبقى 4 الى 1. السؤال رقم 31، عند مرور تيار كهربي في سلك مستقيم موضوع عموديا على مجال مغناطيسي، فان السلك، طالما ان هنا سلك موضوع عمودي، وبالتالي هتولد قوة مغناطيسية، وبالتالي هتحرك السلك موازي للمستوى الذي يجمع المجال والسلك. غلط، احنا عارفين ان احنا بنحدد اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم يمر به تيار موضوع في مجال مغناطيسي باستخدام قاعدة فيرمينج اليد اليمنى. عندك اتجاه القوة المغناطيسية عمودي على المستوى اللي بيجمع
المجال و السلك. بمعنى لو انا عندي مثلا ادي ده كده والمجال مثلا كده، فهتبص تلاقي ان القوة المغناطيسية هتبقى عمود على المستوى اللي بيجمعهم. بمعنى ان انا لو عندي مثلا ادي سلك بيمر في تيار كده والمجال بيأثر كده، تعالى نعملها في حتة تانية. لو انا عندي مجال مغناطيسي كده وسلك بيمر فيه تيار كده مثلا، في زاوية سيتا، رغم ان في زاوية سيتا الاتنين دول في نفس المستوى برضو، وبالتالي لما تيجي تحدد اتجاه القوة المغناطيسية ادي عندك اتجاه التيار وادي اتجاه المجال، لان انت هتاخد العمودي، بتاخد المركبة العمودية اللي لما تيجي تعوض الاف بتساوي البي في الاي في ال ساين سيتا، كأنك بتاخد المركبة العمودية لطول السلك يعني. اوكي، فانت عندك هنا هتبص تلاقي ان القوة المغناطيسية عمودية على الصفحة. طبعا عمودية على الصفحة يعني عمودية على المستوى اللي بيجمعهم، او بطريقة تانية هنا القوة المغناطيسية عمودية على المستوى اللي بيجمع الاتنين دول. لاحظ هنا ان الاتنين دول مش لازم يكونوا عموديين، يعني ممكن يكون بينهم زاوية عادي زي هنا، المهم ان هو بيكون عمود على المستوى اللي بيجمعهم، وبالتالي هيبقى هنا يتحرك عموديا على المستوى الذي يجمع المجال والسلك. رقم 32، عند وضع سلك مستقيم يحمل تيارا موازيا لخطوط فيض مش هيتولد فيه قوة مغناطيسية وبالتالي هيتحرك. عند وضع سلك مستقيم يمر به تيار كهربي منطبقا على محور ملف لولبي يمر به تيار كهربي، فإن السلك برضه لا يتحرك، ودي شرحناها لوحدها. لو احنا عندنا ملف لولبي بيمر فيه تيار بالشكل ده، هو ده المحور بتاعه، فانت عندك عند منتصف محور احنا بنفترض يعني ان هنا على المحور برضو كله بيكون اتجاهه كده، هو المفروض ان في مجالات مختلفة ولكن برضو المحصلات بتاعتهم هتكون المركبة في اتجاه السلك بتكون عشان ما تتلخبطش في الموضوع، هو المفروض ان هو السلك لما بيبعد عن، طالما انت حاطط السلك كده المجال بيكون منتظم، او يعني مش هو مش منتظم هنا، المجال يعني بيكون كله في نفس الاتجاه عند منتصف المحور اللي هي عند النقطة دي، ولكن بعيد عنه بيكون في مجال في بيكون في اتجاهات مختلفة، وبالتالي ما بيكونش موازي للسلك، وبالتالي هيتولد قوة، ولكن احنا بنفترض ان هو في نفس الاتجاه يعني موازي للسلك، وبالتالي القوة المغناطيسية هتبقى بصفر لأن السلك موازي للمجال المغناطيسي. اوكي، وبالتالي هنا لا يتحرك. رقم 34، عند مرور تيار كهربي في ملف مستطيل موضوع موازيا لمجال مغناطيسي منتظم فإن الملف، طبعا هنا الملف ده موازي وبالتالي هيتولد فيه عزم الازدواج، وبالتالي هيدور حول محور موازي لطوله، صح، هيدور حول محور عمودي على مستوى، غلط، احنا قلنا موازي لطوله هيبقى كده، ده موازي اهوت، فانت عندك بيدور حول محور موازي لطوله عمود على مستوى كده، طبعا ده غلط، هو مش هيدور كده. 35، عند مرور تيار كهربي في ملف مستطيل موضوع عموديا على مجال مغناطيسي، طالما ان الملف عمودي وبالتالي مش هيتولد فيه عزم ازدواج. اخر صفحة، بالنسبة للقوة المتبادلة بين سلكين يمر بكل منهما تيار كهربي مستمر عند زيادة شدة التيار في كل منهما للضعف وانقاص المسافة بينهما للنصف. تعرف ان الاف بتساوي ميو قوة متبادلة بين سلكين في الاي 1 في الاي 2 في ال ال 2 باي دي، بيقول لك هنا لو زودنا التيار في كل منهما للضعف، ده بقى 2 اي 1 وده بقى 2 اي 2، وقللنا القوة للنصف، قللنا قصدي المسافة للنصف، ده نص الدي، فانت عندك هنا فوق هيبقى فيه 4 وتحت هيبقى فيه نص، 4 نص، فده هيبقى 8 امثال. بطريقة تانية الاي 1 بقت 2 اي 1 والاي 2 بقت 2 اي 2
والدي بقت نص دي، وتعوض الاف بتتناسب طرديا مع الاي 1 في الاي 2 على الدي، يبقى انت عندك اف 2 على اف 1 بتساوي، وهكذا هيطلع معاك برضو 8 امثال. طبعا دي اسهل. 37 عند دوران ملف مستطيل الموضوع في فيلم مغناطيسي منتظم بدءا من الوضع الموازي اللي هو الوضع اللي بيكون فيه عزم ازدواج قيمة عظمى حتى يصبح مستوى ملف عمودي عزم ازدواج بيبقى بصفر، فإن القوة المغناطيسية المؤثرة على كل من الضلعين الطوليين للملف، زي ما قلنا الضلعين الطوليين للملف الإف اللي عليهم بتكون نفس المقدار اللي بيختلف مع الدوران، نفس المقدار ونفس الاتجاه، اللي بيختلف مع الدوران هو البعد العمودي ما بين القوتين. طبعا ده غلط، انا كده زودت، هو ده كان كده في الوضع ده، بعد الدوران هيبقى ده كده، وبالتالي البعد ما بينهم قل لحد ما يوصلوا ان البعد العمودي ما بينهم ينعدم، وفي اللحظة دي عزم ازدواج بيساوي صفر. بمعنى ان لو عندي ده الدولين الطوليين ودول بيدوروا، ففي الوضع الموازي البعد ما بين القوتين، القوة هنا والقوة هنا، هو نفسه العرض بتاع الملف بتاعي. لما بيدوروا كده الضلع ده دايما بيتحرك عمود على خطوط الفريد اللي هي كده، ولكن البعد ما بين القوتين قل لحد ما هيبقى هنا عمودي، البعد ما بين القوتين بصفر، وبالتالي بينعدم عزم الازدواج. فهمت الفكرة؟ وبالتالي تظل تزداد مقدارا وتتغير في اتجاه، تقل مقدارا تظل ثابتة مقدارا واتجاه. سلك مستقيم يمر به تيار كهربي شدته 10 أمبير، وضع عمودي على مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه، فإن القوة المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك قلناها قبل كده F على L، والمفروض ده نيوتن لكل متر زي ما قلنا، بتساوي ال B في ال I بتساوي 1/10 × 10، هيطلع معاك 1 نيوتن لكل متر. 39 بطارية قوتها الدفع الكهربية 6 فولت، كانت مقاومتها الداخلية 1 أوم، والصلة قطبها بسلك مستقيم A طوله 10 متر، ومساحة مقطعه مقاومته النوعية، ثم وضع سلك مستقيم آخر ب طويل جدا موازي للسلك A، ويبعد عنه في الهواء مسافة 10 سنتي، ويمر به تيار شدته، فإن القوة المغناطيسية التي يتأثر بها سلك مستقيم ثالث C طوله يمر به تيار شدته 5 أمبير، موضوع موازية للسلكين E و B عند منتصف المسافة بينهما، علما بأن التيارين في السلكين E و B في اتجاه واحد، واتجاه التيار في السلك C مضاد لهما. طيب ركز معايا كده، أنا عندي ادي سلك A وادي سلك B، وفي منتصف المسافة بينهما في سلك ثالث C. طبعا هما الأطوال بتاع ده ب10 متر، وموازي لسلك B السلك A ب10، وده طويل جدا وده 1 متر، طبعا ده 1 متر ودول طوال، وبالتالي ده هيبقى ايه كله ما بين السلكين، وبالتالي ده الطول المشترك ما بينهم ال L المشترك هيساوي طول السلك C اللي هو 1 متر. طبعا هنا أول حاجة هنعملها إن احنا هنجيب التيار في السلك E، عشان تجيب التيار في السلك E فال I بتاع السلك E بيساوي القوة الدافعة، لأن ده متوصل بدايرة، على المقاومة بتاعة السلك B هي السلك E زائد المقاومة الداخلية. الار ايه عشان تجيبها، فانت هتعوض الرو اي 35 × 10 سالب 5 في ال ال بتاعك اللي هو ب10 متر، على مساحة المقطع 7 × 10 سالب 4، وبالتالي ده على 7 × 7 × 5، ده مع ده مع ده هيطلع معاك 5 أمبير. التيار في السلكين دول في اتجاه واحد، وده بيمر فيه 2 أمبير، وده بيمر فيه
5 امبير وفي عكس اتجاه. وعايزين نجيب القوة المؤثرة على السلك ده. عشان اجيب بقى القوة اللي بتأثر على السلك ده قدامي اكتر من طريقة. يا اما هحسب القوة المتبادلة ما بين السلك A والسلك C وحدد اتجاهها، ما بين السلك C والسلك B وحدد اتجاهها، وبعد كده اجيب المحصلة. اول حاجة انت عندك التيار في السلكين دول في عكس اتجاه، وبالتالي هتنشأ ما بينهم قوة تنافر، وبالتالي قوة التنافر يعني ده يتأثر كده، وبالتالي ده الاف في القوة المؤثرة من السلك A على السلك C، والاتنين دول برضو عكس اتجاه، وبالتالي قوة التنافر ادي الاف من البي على السي. طبعا ده في منتصف المسافة بينهم، وبالتالي هتلاقي ان التيار الاكبر هيولد قوة اكبر، وبالتالي الاف اي سي اكبر من الاف بي سي، وبالتالي محصلة القوة هنا الاف المؤثرة على السلك سي بتساوي اف اي سي ناقص اف بي سي. دي طريقة، وطبعا الاتجاه بتاعها هيكون كده يعني نحو السلك بي. الطريقة التانية ان انت هتحدد محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند السلك سي، وتعوض في القانون ده اللي هو الاف بتساوي البي توتال المؤثرة على السلك سي، سماها بي سي، في الاي اللي ماشي في السلك سي في ال سي. وطبعا هنا محصلة كثافة الفيض المؤثرة على السلك سي هتكون عمودية عليه، لان ده كده وده كده، وبالتالي محصلة عمودية، الاتنين هيدوك نفس الناتج. تعال كده نجيبها بالطريقتين. انت عندك هنا الاف، الاف اي سي عبارة عن 2 × 10 سالب 7 في الاي اي في الاي سي في ال سي على الدي اللي ما بينهم دي اي سي، ناقص 2 × 10 سالب 7 في الاي بي في الاي سي في ال سي على الدي اللي ما بينهم اللي هي الدي بي سي. طبعا الدي اي سي والدي بي سي متساويين لان نفس المسافه، وعندك هتاخد 2 × 10 سالب 7 عامل مشترك، والاي سي في ال سي عامل مشترك، هتفضل من هنا اي اي ناقص الاي سي، فده هيطلع معاك. نعوض بقى بالقيم اللي عندنا، 2 × 10 سالب 7 في الاي سي، الواحد خلاص دماغه قربت تاني، 5 في ال ال سي بواحد على الدي اي سي. وهنا البعد ما بين السلكين اللي هو الاي والبي قايل لك في البداية 10 سنتي، يبقى ده كله ب10 سنتي، يبقى ده ب5 سنتي، وده ب5 سنتي، يبقى ده 5 × 10 سالب 2، 5 ناقص 2 هيديك 3، بعد كده 10 سالب 2 هيديك 10 سالب 5، 5 تروح مع 5، وبالتالي ده هيطلع معاك 2 × 3 بـ6 في 10 سالب 5 نيوتن، وده هيتحرك نحو البي. الطريقة التانية زي ما قلت لك ان انت هتجيب البي سي، انت عندك هنا التيار في السلكين في نفس الاتجاه، وبالتالي محصلة كثافة الفيض ما بينهم هتكون الكبير ناقص الصغير، منتصف المسافة يعني ده أكبر من ده، وبالتالي البي سي عبارة عن 2 × 10 سالب 7 ميو على 2 باي، وطبعا عندك الدي برضو 5 × 10 سالب 2، وهتفضل عندك هنا الاي بتاع ده اللي هي 5 ناقص الاي بتاع ده اللي هي 2. لو انت ركزت كده هتلاقي 5 ناقص 2 هي 3، و2 في 10 سالب 7 على 5 في 10 سالب 2 هي دي اللي هي البي سي. بعد كده تضرب في الاي سي في ال سي اللي هي نفسها الاي سي في ال سي، بس هيديك نفس الحاجه. طبعا عشان تحدد المحصله فانت عندك محصله المجال الناتج من الاثنين دول لتحت والتيار ده كده، وبالتالي من قاعدة فيمين جهة دي اليسرى ادي اتجاه المجال وادي اتجاه التيار، وبالتالي هتلاقي القوة كده.
الأرقام بس هرجع تاني. 2 × 10^5 ده رقم، ده 2 × 3 × 6 تمام. أوكي. رقم 40، سلكان مستقيمان متوازيان رأسيان البعد بينهما 10 سنتي يمر في أحدهما تيار شدته 2 أمبير والثاني 3 أمبير في نفس الاتجاه. وضع سلك سلس طوله 10 سنتي عند نقطة التعادل للسلكين. إذا عكسنا اتجاه أحد تياري السلكين الأوليين ومررنا تيار شدته 5 أمبير في السلك السادس، فإن مقدار القوة المغناطيسية المؤثر عليه تساوي. ركز هنا إن السؤال ده لازم تحله على مرتين. أول خطوة إن أنا هجيب نقطة التعادل وبعد كده أحط عندها السلك. يبقى أنا عندي دلوقتي، أنا عندي سلكين أهم، I1 بتساوي 2 أمبير و I2 بتساوي 3 أمبير وبيمر فيهم تيار في نفس الاتجاه. وعندك البعد ما بينهم 10 سنتي. نقطة التعادل بتكون أقرب للسلك اللي تياره أقل، هنسميها الدي 1، وبالتالي البعد ده هيبقى 10 سنتي ناقص الدي 1. أول حاجة هعملها إن أنا هجيب نقطة التعادل اللي هحط عندها السلك الثالث. احنا قلنا إن الـ I1 على الـ D1 بتساوي الـ I2 على الـ D2 عشان نجيب نقطة التعادل، وبالتالي الـ I1 عبارة عن 2 على الـ D1 بيساوي الـ I2 اللي هي 3 على الـ D2 اللي هي 10 ناقص الـ D1. طرفين في وسطين 3 دي 1 بتساوي 2 × 10 بـ20 ناقص 2 × D1، وبالتالي اجيب ده هنا هيطلع معاك هنا 5 دي 1 بتساوي 20، وبالتالي دي 1 بتساوي 20 على 5 فضل 4 سنتي، وبالتالي ده 4 سنتي وده 6 سنتي، وانا حطيت السلك الثالث ما بينهم هنا. بيقول لك هنا لو عكسنا التيار في احد السلكين، لو عكسنا اتجاه التيار هنا النقطة دي ما بقتش نقطة تعادل، وبالتالي في كثافة فيض بتأثر على السلك ده، وبالتالي هيتولد فيه قوة مغناطيسية. بيقول لك هنا في ان مقدار القوة المغناطيسية مؤثرة عليه لو مررنا فيه تيار. طبعا هنا برضو مش عايز الاتجاه، وبالتالي هفترض ان الاتجاه بتاع التيار هنا بـ5 أمبير مثلا. تعمل ايه؟ يا اما تحل بنفس الطريقة اللي احنا حلينا بيها، القوة ما بين الاتنين دول ده لتحت وده لفوق في عكس الاتجاه، وبالتالي قوة التنافر يبقى ده كده، والقوة ما بين الاتنين دول قوة تجاذب، وبالتالي هتجمع القوتين، أو إن أنت هتجيب محصلة كثافة الفيض هنا البي توتال هتساوي التيار هنا بقى في عكس الاتجاه، وبالتالي هتجمع كثافة الفيض الناتج من الاتنين بدل ما هي كانت نقطة تعادل. وتلاحظ هنا إن أنت لما تعكس اتجاه التيار وتجيب محصلة كثافة الفيض هنا، فمحصلة كثافة الفيض هنا هتبقى ضعف كثافة الفيض الناتج من أحد السلكين، لأن دي كانت نقطة تعادل قبل ما تعكس اتجاه التيار، وبالتالي بي توتال عند النقطة دي 2 بي 1 أو 2 بي 2. بعد كده تجيب الإف تبقى عبارة عن البي توتال في الأي في الإل. وضع سلك سلس طوله، عندك الطول هنا بـ10 سنتي وعندك الأي بـ5 أمبير وده بيساوي 2 بي 1. نعوض كده 2 زي ما هي، في البي عبارة عن 2 × 10^7 في الاي 1 في على الدي اللي ما بينهم اللي هي 5 × 10^2. بعد كده في الاي، طبعا الاي ده اللي هو بتاع السلك سماه اي 3 وده ال 3، 5 × 10 سنتي اللي هي 10 × 10^2 بس، والاي 1 نحط قيمتها بـ5 أمبير بـ2 أمبير. تلاقي ان 5 × 10^2 5 × 10^2 فده هيطلع معاك
اتنين في اتنين باربعة، اربعة في اتنين بتمانية، في 10 سالب 6. مش عارف الغلط هنا. انا مرن تلت شدته 5 امبير. طيب اتأكد ثواني بس. بعتذر، انت عندك هنا احنا قلنا ان البعد ما بينهم ده ب4 سنتي وده ب6 سنتي مش ب5، وبالتالي انت عندك هنا الدي اللي تحت دي هتبقى 4 لان احنا بنجيب الايون، وبالتالي ده 4 وده 5 زي ما هو، وبالتالي 2 في 2 ب4، 4 في 2 ب8، او شيل الـ2 في 2 مع الـ4 اللي تحت، فضل هنا 2 في 5 ب10، 10 في 10 ب100، في 10 سالب 7 بتساوي 10 أس 5 نيوتن. تاني الاف بتساوي البي توتال المؤثرة على السلك التالت في الاي 3 في الال 3. البي توتال المؤثرة على السلك ده 2 بي 1 او 2 بي 2، لان عند النقطة دي كثافة الفري الناتج من ده بتساوي كثافة الفري الناتج من ده. لو التيار كان في نفس الاتجاه كانت هتبقى نقطة تعادل زي ما احنا لسه قايلين، عكسنا التيار في احدهما وبالتالي دي مبقتش نقطة تعادل. وبالتالي الإجابة هنا هتبقى ألف. بعتذر عن أي سهو، الواحد بس دماغه هنديك شوية. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم.